نتكلم على اللي حصل بعد ال67. انت كنت باسط مصر في الامم المتحده، كنتوا عايشين الوضع ازاي من 67 لحد ما حصل اختلف الوضع في ال73؟ طبعا الوضع كان صعب، كانت الدولة منهزمة، العالم العربي كله دولة منهزمة منكسرة، العالم العربي منكسر، ما كانش وضع سهل طبعا. يعني قصدي بنحاول، انما بتحاول بقدر الامكانيات بتاعتك، والعالم طبعا كان بينظر لنا للاسف في هذا الوقت نظرة اقرب الى السخرية، وخصوصا بعد حرب 67 والهزيمة. هذه ما كانتش كويسة، يعني الشكل اللي تمت بيه وكل هذا الكلام، وترتب عليها طبعا بعد كده. أنا كنت في الخارج، إنما كان في حرب الاستنزاف، وأخيرا إلى وصلنا 73. إنما أنا كنت في الأمم المتحدة في هذا الوقت، وبعد كده خلصت البعثة بتاعتي هناك في أو مدتي في الأمم المتحدة، والتحقت بالجامعة، قلت قررت إن أنا أعمل رسالة دكتوراه. ده في 74، من 71 ل 74، من 71 ل 74، من 67 ل 71 كنت بعثة الأمم المتحدة، وبعد ذلك أخذت أجازة دراسية والتحقت بالجامعة. طيب.